لأن كلمة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. مساء الخير على حضراتكم جميعا، منورين. الحقيقة عمري ما إيماني بالشعب المصري العظيم وبالرئيس عبد الفتاح السيسي ما اتهز ابدا، بس النهارده لما شفت عشرات الالاف موجوده، شباب ومرأة ورجال موجودين عشان الراجل اللي قال لجميع الدول اللي عايزه تتدخل في مصر لا، فانا امنت ان الشعب العظيم ده هو اللي قادر ان مصر تكمل الطريق. عشان كده بقول النهارده مبروك بينا، مبروك بيكم عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، مبروك للشعب المصري العظيم هذا الرجل، الرجل اللي قال لا للجماعه الارهابيه، الرجل اللي وقفنا كلنا نشوفه هو بيحرر مصر من فاشيه دينيه، من ظلم، من حصار محكمة السورية، من جماعة بتقتل ولادنا، بتقتل بناتنا، واقفة ضد مصر، قدر يحرر مصر ويخلي مصر النهاردة مصر بتتصدر المشهد، أعاد العلاقات، أعاد الاتصالات مع دول أفريقيا، أعاد للمواطن المصري كرامته. هفكركم بحاجة واحدة بس، الحقيقة من شهر تقريبا الساعة 12 بالليل فوجئت باتصال من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، انت فين يا علاء؟ موجود. قال لي بكره الساعه 8 الصبح انت ووزيره الهجره تكونوا في الكويت تطمئنوا على ابننا المصري اللي اصيب في الكويت وتجيبوا له محامي، كرامه المصري اهم من اي حد. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بندور عليه. عايز اقول لاولادنا وما كترش عليكم، سنة مؤتمر العدالة في أسوان قابلت ست كبيرة بلغت من عمر أرزله 80 سنة، 85 تقول 90، قالت لي يا ابني أنا عايزة تبلغ رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري. احنا سنة 60 كنا بنبني السد العالي وكنا بنحارب العدو الصهيوني وكنا بنغني لمصر، ولما نحلف نقول احلف بسماها وترابها، ما كانش عندنا اكل ولا شرب، بس عمرنا ما اشتكينا عشان البلد دي تقف على رجليها. رساله لكل المصريين، احنا بنزرع دلوقتي والحصاد جاي تاكدوا مع هذا الرجل العظيم اللي اسمه عبد الفتاح السيسي. هي دي الست اللي انا بقول لكم النهارده اديتني رساله ما شفتهاش غير من خلال امراه مصريه، المراه المصريه اللي من فجر التاريخ حكمت مصر وقادت مصر، شاعره واديبه ووزيره وعالمه، المراه المصريه اللي بتقف على الصناديق وبتقول نعم لعبد الفتاح السيسي من اجل الاستقرار، نعم لعبد الفتاح السيسي من اجل نهر الفرنسيه، نعم لعبد الفتاح السيسي من اجل مصر حديث. شكرا لحضراتكم، وموعدنا ان شاء الله على صناديق الانتخابات عشان نقول للناس مصر كلها مع عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضراتكم. شكرا سياده النائب علاء عابد، شكرا لحضرتك.